بسم الله الحق العدل الذي لا يحكم في ملكه إلا بأمري وحكمه. حكمي عدل وعدلي حق. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم من قناة مصر التعليمية. نحييكم ونقدم لكم حلقة من حلقات علم المنطق، العلم الذي يزن الكلام فيبين صحيحه من خاطئه ونقصانه من كامله. استعرضنا الفصل الأول بكل موضوعاته، الحجج الاستنباطية والاستقرائية، المماثلة الاستقرائية، طرق التحقق من صحة الفرد عند ميل، منهج فرانسيس بيكون وله جانبين، جانب إيجابي وجانب نقدي. خدنا العالم جابر بن حيان والعالم الحسن بن الهيثم. اتكلمنا على الرياضة نسق استنباطي في الفصل الثاني، واتكلمنا على مكونات النسق الرياضي وخصائصه، اتكلمنا على البديهيات والمسلمات كقضايا، اتكلمنا على التعريفات واللامعرفات كمفاهيم، اتكلمنا على الرياضيات نظريات مبرهنات، وخدنا الحجج وطبيعتها، اتكلمنا في المسائل. وانا دي لي 3 حلقات بقول لكم ان شاء الله في باقي من الحلقه هنقول مع بعض حبه من المسائل، لكن ما بيكفيناش الوقت، لكن ان شاء الله الخريطه الذهنيه بتاعت حلقه النهارده هنقول فيها حته من الفصل الرابع. احنا طبعا خدنا الفصل الثالث، التكامل ما بين الاستنباط والاستقراء في المنهج العلم المعاصر، اتكلمنا على الفرق بين المنهج العلم المعاصر من حيث الطبيعه ومن حيث الغرض او الهدف ومن حيث الفرد، وخدنا خصائص العلم في المنهج العلم المعاصر، خدنا شروطه وخدنا خصائصه، واتكلمنا على نموذج كارل هيمبل ونموذج ويليام هويل. الناس بيسالوا هو الموضوع الاخير في المنطق بيتكلم عن ايه؟ الموضوع الأخير في المنطق إن شاء الله هنشرح جزء فيه، وهنقول لكم كم من المسائل على الصيغة الرمزية إن شاء الله. هنتكلم في الموضوع عن موضوع اسمه السبرنطيقة. السبرنطيقة صح أو السبرنطقية؟ السبرنطقية علم قديم. علم قديم غلط. طب علم إيه؟ علم جديد. العلم ده العلماء قالوا تتداخل كل معلوماته، تتداخل وتتضافر معلوماته مع علوم تانية، اللي هي علم الفسيولوجي من جهة وعلوم الرياضة من جهة تانية. واحد بيقول لي ايه تتضافر؟ يعني علوم بتكمل بعضيها. يعني انا لو عندي واحد كده وخدت منه شعريتين كده، او واحدة وخدت منها شعريتين كده، هتقول اي يبقى في وجع. لكن كلمة تتضافر يعني تتداخل، يعني علوم كتيرة داخلة على ما بعضيها، زي ضافر البنت كده، الضفيرة كده بتبقى قوية كده. قوة العلم ده جاية منين؟ من انه تتضافر هذه العلوم مع علوم تانية، وهو علم الفسيولوجي وعلم الرياضة. العلم ده لما بقول عليه علم جديد، طب علم جديد ليه؟ احنا عندنا عالم اسمه فينر. فينر عالم جنسيته فيزياء، لا، عالم رياضيات. يبقى فينر عالم رياضيات كان له دور كبير جدا في تأسيس هذا العلم اللي هو علم السبرنطقية، بنعتبره المؤسس. يبقى لما يقول لك ايه من هو المؤسس الحقيقي لعلم السبرنطقية، هتقول له فينر عالم رياضيات، هو كان له دور في نشأة العلم ده. فينر ده وعنده 11 سنة، والده كان بيشتغل عالم من علماء اللغات، لكن هو برع جدا في علم الرياضة وأسس هذا العلم اسمه علم السبرنطقية. السبرنطقية في رقم 3 تتداخل، طالما قلنا تتضافر يبقى تتداخل علومه كعلم مع علوم تانية، علوم متعددة، علوم كتيرة، علوم جديدة. السبرنطقية ظهر ليه؟ لأنه بيقوم على أساس حاجة مشهورة جدا اسمها التقنية العلمية، التقنية البشرية، التقنية التكنولوجية. يبقى التكنولوجيا، الثورة التكنولوجيا، ونحن الآن نشهد حاجة مشهورة جدا ما يسمى الثورة العلمية في العلم المعاصر، الثورة التقنية الحديثة. نقول تاني، علم السبرنطقية علم جديد صح، تتداخل وتتضافر معلوماته أو علومه مع علوم تانية، علم الفسيولوجي من جهة وعلم الرياضة من جهة تانية. المؤسس الحقيقي لعلم السبرنطقية أو السبرنطيقة هو العالم فينر،
عالم اصله في الاصل يعتبر عالم رياضيات، بنعتبر فينر هو المؤسس الحقيقي لعلم السبرنتقية. علم السبرنتقية علم دخلت معلوماته، دخلت علومه مع علوم تانية متعددة. طيب ايه اللي خلى السبرنتقية علم كزار؟ انه بيقوم على ما يسمى التقنية البشرية او الثورة العلمية الحديثة. اخر مرة علم السبرنتقية علم جديد، علم تتداخل معلوماته وتتضافر مع علوم تانية اللي هي علم الفسيولوجي وعلم الرياضة. طيب فينر من مؤسس العلم ده، يعتبر فينر عالم الرياضة هو المؤسس الحقيقي لهذا العلم. علم السبرنتقية بنقول عليه كمقدمة تتداخل علومه مع علوم تانية متعددة، يعني هنقول بعد شوية بقى تدخل مع علوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم الاجتماع وعلوم النفس، هنقول تتداخل مع علوم تانية. طبعا بيقوم ليه؟ هو علم ظهر ليه؟ لأنه بيقوم على أساس ما يسمى الثورة العلمية أو التقنية البشرية الحديثة. السبرنتقية كتعريف، أما أقول لك عرف السبرنتيقة أو السبرنتقية، أعرف أقول إيه بقى عنها؟ العلم ده هو علم وظيفته إنه يهتم بإن بيحلل لي تحليل مجموعة من الطرق، يبقى بيحلل ويدرس لي الطرق التي تعمل بها إيه؟ الطبيعة بتاعتنا بتقوم على تحليل. يبقى علم يهتم بدراسة وتحليل الطرق التي تعمل بها الطبيعة يا أستاذ وإيه كمان ومجموعة الكائنات الحية المختلفة. يبقى العلم ده مهتم بكل الطبيعة، مهتم بكل ما يسمى الكائنات الحية. طب عشان إيه؟ من أجل الاستفادة منها، أنا استفيد بها بقى أهو، وتطبيقاتها وتطبيقاتها في ما يسمى الآلات الحية أو الآلات ذاتية الحركة. قول بقى كده، احنا عندنا الوقت حاجات أوتوماتيكية كتيرة جدا، عندنا العربة العربية أوتوماتيكية، عندنا الغسالة أوتوماتيكية، عندنا اللابتوب بيعمل بطريقة أوتوماتيكية، عندنا التلفزيون بيعمل بطريقة أوتوماتيكية. انت بس تضغط ضغطة واحدة كده هيجيب لك فيس، طب تضغط تاني هيجيب لك كاميرا، تضغط تاني هيجيب لك صور، هيجيب لك مخزون، هيجيب لك بلوتوز، هيجيب لك ينقل لك يودي لك صور معلومات. يبقى علم يهتم بتحليل الطرق التي تعمل بها الطبيعة، ويبقى العلم ده وظيفته ايه؟ ان بيدرس لي ايه هي الطرق اللي ممكن تعمل بها الطبيعة والكائنات الحية المختلفة. طب ادرسها ليه كمان؟ من اجل ان استفيد بيها واطبقها على الكائنات والآلات ذاتية الحركة. كلمة ذات الحركة اللي هو الاوتوماتيكي، عندنا حتى الناس كلها حتى الستات اللي مش متعلمين بيروحوا للراجل يقول ايه؟ ادينا مسحوق الاوتوماتيك للغسالة الاوتوماتيك. يبقى بيتعامل مع حاجات اوتوماتيكية في ظل قلت التقنية الحديثة والثورة البيولوجية او التكنولوجية. علم بيهتم بان يدرس لي الطرق التي تعمل بها الطبيعة والكائنات الحية المختلفة علشان استفيد بيها وطبقها على الآلات ذاتية الحركة أو الآلات التكنولوجية. نعم، في عندنا تعريف السبرنتقية وفي عندنا إيه هو النظام السبرنتيقي. يبقى في حاجة اتنين مختلفين أهو، أما يقول لي عرف السبرنتقية أقول له حاجة، أما يقول لي النظام السبرنتيقي أقول له حاجة تانية. السبرنتيقي ده كنظام مجموعة العناصر المتفاعلة مع بعضها. طب بتتكون بإيه؟ تقوم على تبادل حاجات مع بعضها. الطاقة. طيب إيه كمان؟ المادة. طب إيه كمان؟ المعلومات. كل الطلبة اللي قاعدين قدامي بقى دلوقتي في تقنية حديثة وفي عربيات، حط المفتاح بتاع العربية، مفتاح في الكونتاكت، صح؟ خد بقى، أول حاجة أنا عندي طاقة، الطاقة الكهربية الموجودة، عندي مادة علمية موجودة، عندي معلومات عايز أوصلها، عايز أشغلها، عايز أخرجها، عايز أدخلها. يبقى النظام السبرنتقي ده بيقوم على إيه؟ إن في عناصر لازم تتفاعل مع بعض عشان يقوم بوظيفته، يقوم بدوره. النظام السبرنتقي مجموعة من العناصر المتفاعلة بتقوم على تبادل ثلاث حاجات مع بعض، الطاقة أو
الماده او المعلومات. يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه؟ السبرنتيقي علم جديد، فينر مؤسس هذا العلم، العلم ده يتضافر معلوماته مع علم الفسيولوجي والرياضه، العلم ده قام في العصر المعاصر على اساس التقنيه والثوره البشريه والتكنولوجيه الحديثه. اتكلمنا على النظام السبرنتيقي، علم يهتم بدراسه وتحليل الطرق التي تعمل بها الطبيعه والكائنات الحيه من اجل ان نستفيد بها وطبقها على الالات ذاتيه الحركه او الاوتوماتيكيه. قلنا في فرق بين السبرنتيقي كتعريف والسبرنتيقي كنظام. نظام السبرنتيقي لازم يبقى عندي مجموعه من العناصر. عناصر بتكمل بعضيها او بتتفاعل مع بعضيها. العناصر دي اللي تتفاعل مع بعضيها منها الماده، منها المعلومات، منها الطاقه. يبقى انا عندي البنزين في العربيه كطاقه. عندي ماده بتعامل معاها. عندي معلومات بدخلها على الجهاز. يبقى لو عندي كمبيوتر، عندي لابتوب، عندي موبايل، عندي حاسوب، هو هيتعامل مع الالات ذاتيه الحركه كلها اللي هي مرتبطة بالثورة التكنولوجية الحديثة. يعني انت لو عندك غسالة يبقى الغسالة فيها طاقة وفيها مادة وفيها معلومات اللي هو البرنامج يعني، فبتدوس وتحول بتضبط البرنامج وتدوس دوسة في الكهرباء اللي هي الطاقة، يقوم يعمل لك بقى حركة ايه؟ حركة تدوير للبرنامج اللي هو الغسل والتشطيف وهكذا. طيب السبرنتيقيا علم خاص، العلماء قالوا الكلام ده مش صح، لانهم قالوا اما اتكلم على السبرنتيقيا اقول عليه السبرنتيقيا، اقول عليه او السبرنتيقا علم شمولي، وظيفته واحد، دراسة عملية الاتصال، دراسة عمليات بتتم في حياتنا اليومية، عملية الاتصال او اسميها او تلقي مجموعة من المعلومات. المعلومات دي انا خدتها هدخلها على الكمبيوتر، بص بقى، وتخزينها، ابدا اخزنها. طيب واعمل فيها كمان، ممكن المعلومات دي عايزه تعديل، زي التلفزيون كده اقول محتاج مونتاج، اعمل ايه بقى؟ ومعالجتها. يبقى المعلومات اللي باخدها او بتلقاها لازم هخزنها، طيب اعمل لها معالجه، واعمل لها ايه كمان؟ تخزين. طيب وممكن اشيل معلومات وبدلها بمعلومات ثانيه، ادي واحده دراسة عملية الايه؟ الاتصال. اتنين، طب العملية دي دراسة عملية التحكم، يبقى انا مش بعمل اتصال بس، بدخل معلومات واخرج معلومات واخزنها، لا، ده انا كمان عايز اتحكم في هذه المعلومات، التحكم في استخدام المعلومات. انا بطلع في الموبايل حرف الايه، مش هيطلع لي يسري، هيطلع لي الف، احمد، ابراهيم. يبقى انا بتحكم في استخدام البرنامج بتاعي. دراسة عملية الاتصال ادي واحدة، دراسة عملية التحكم في المعلومات وعمل منظومة، انا عندي منظومة لازم تبقى، وعمل منظومة، المنظومة دي بقول عليها آلية الحركة، آلية او اوتوماتيكية. النظام السبرنتيقي عشان يشتغل صح لازم يبقى فيه ارقام، 1 2 3 0 س ص ع، يبقى النظام السبرنتيقي يقوم على أسس، بقول على الأسس دي أسس رياضية، لازم يعتمد على أسس رياضية. لا وكمان ويتم تطبيقها في علوم زي علوم الطب، علوم زي علم الاجتماع، علوم زي علم الاقتصاد، علوم زي علم الموسيقى، علوم زي كتير جدا من علوم بستخدمها. طب أقول بقى أنا رايح عند الدكتور أكشف، حطني على الشزلونج، ومش باصص لي خالص الدكتور، ده باصص في حته تانيه ناحيه شاشه، هو في ناحيه الشاشه بقى كده التكنولوجيا الحديثه بقى بتقول له بص ضربات القلب كام بالرياضه، ضغط الدم كام، شايف الكبد شايفه اهو، شايف المعده شغلها زي ايه، شايف القلب شكله ايه، شايف الرئه. في دكاتره كتير جدا بيستخدموا التقنيه الحديثه في الكشف عن الامراض او اكتشاف الامراض من خلال الجسم. لا ده كمان ممكن المنظار اللي بيعمله انسان بيستخدمه من خلال تكنولوجيا الاتصال. يبقى واحد السبرنتيقي علم شامل كل حاجه، شمل الطبيعه، شمل الانسان، شمل النبات، شمل الطاقه الشمسيه، كل حاجه موجوده بتقوم على علم السبرنتيقي، علم شمولي.
بيدرس عمليه الاتصال او بتلقى معلومه واخزن المعلومه وممكن اعدلها وممكن اعالجها وممكن اعمل لها تبديل. اتنين، عمليه التحكم في استخدام المعلومات وعمل منظوم، بعمل منظومه اسمها منظومه اليه التحكم فالحركه يقوم على اسس رياضيه. طب الاسس الرياضيه دي اللي الارقام وفيها دقه جدا، هستخدمها فين؟ في مجال الطب وعلم الاجتماع وعلم الموسيقى وعلم النفس وغيرها من العلوم. التون والنص تون اللي بيتعاملوا مع الآلة الموسيقية، شو بتطلع لك صوت ايه؟ عالي، وصوت حاد، وصوت غليظ، وصوت ايه؟ يبقى بيتعامل في ظل تقنية حديثة اسمها علوم السبرنطقي. علم شمولي بيعتمد على دراسة عملية الاتصال وبتلقى المعلومات واخدها حطها على الموبايل، حطها على الكمبيوتر، اخزنها، اعمل لها معالجة، اعمل لها مونتاج يعني، ممكن ابدلها. دراسة عملية التحكم في استخدام، استخدم المعلومات دي في عمل منظومة آلية الحركة. احنا عندنا الوقت في آلات صغيرة جدا بتشيل كم من الأطنان عالي جدا يا أستاذ، هي دي التقنية الحديثة اللي هنتكلم عليها بعد شوية في ظل ما يسمى الإنسان الآلي. يقوم السبرنطقية تقوم على أسس رياضية وبطبقها في حياتي اليومية في مجالات كتيرة جدا. الطب كله شغال حديثا، الحقن المجهري اللي هو المنظار اللي هو الكشف بالآلات الحديثة، الميكروسكوب، التلسكوب، عمليات البحث، عينات البحث وهكذا، فبستخدمها سواء في الموسيقى، علم الاجتماع، علم النفس، علم الطب. بيقولوا العلماء السبرنطقية للسبرنطقية للسبرنطقية السبرنطيقة أو السبرنطقية مجالات كتيرة جدا، مجالات متعددة. يعني ايه؟ يعني هو احنا ممكن نستخدم العلم الجديد ده يا جماعه في حياتنا اليوميه؟ انا قلت بستخدمه في الطب؟ ده انا ممكن استخدمه في المطعم، ممكن استخدمه في المطبخ، ممكن استخدمه في المطبعه، ممكن استخدمه في صناعه الطيارات، ممكن استخدمه في صناعه السيارات، ممكن استخدمه من خلال المقاتلات. الوقت عندنا طياره بدون طيار، يعني الطياره بتتحرك ومعلاش طيار، واخدة وظيفة معينة ببرنامج معين، هتقوم بمهمة تكنولوجية معينة في وقت معين، تنفذ المهمة وترجع لي بسلام. اللي قام ده بمين؟ مين اللي قام بدي؟ إنسان؟ لا، اللي هو العلم الجديد اللي بقول عليه علم السبرنطقية أو السبرنطيقة. واحد، أول حاجة احنا عندنا يا جماعة صناعة وتطوير الإنسان الآلي. ايه انسان آلي دي؟ بيسموه الريبوت. الاسبوع اللي فات كانوا جايبين في التلفزيون في برنامج من البرامج، مش هقول اسمه، الدكتور زاهي حواس. طبعا كتير جدا من الطلبة عارفين الدكتور زاهي حواس، كان وزير الاثار ورئيس هيئة الاثار ومكتشف اثار ومن علماء مصر في علم الاثار. بقول دخل، كان نفسي كل الطلبة يشوفوا دي، دخل الهرم الاكبر من تحت وعايز يشوف الهرم الاكبر ده وراه ايه والاوضه الموجوده فيها ايه. يقولوا الناس بيقولوا في حاجه اسمه لعنه الفراعنه. لعنه الفراعنه دي ايه؟ اوضه مقفوله من الاف السنين، لما تيجي تفتحها تبقى فيها جراثيم وفيها ريحه ومش عارف ايه. الانسان لما يفتحها، الدكتور قال بفتحها واسيبها واجري لمده ساعتين ثلاثه ندخلها. دخل لقي حيطه قدامه اسمنتيه، جاب الشنيور اللي الروبوت بقى، بصوا الروبوت، وخرم الحيطه ودخل الروبوت ده جوه وحط جواه كاميرا بدأ يصور له الأماكن دي. إيه ده؟ إيه كم التكنولوجيا دي اللي بتدخل في أماكن صعبة جدا وتقدر تقوم بإيه؟ بتقوم بحاجات معينة. يبقى للسبرنطقية مجالات متعددة، بيصنع ويطور للإنسان الآلي. أدي واحدة. مستر، نعم، كلمة ريبوت، الكلمة دي كلمة قديمة، كلمة جديدة؟ بيقولوا العلماء كلمة توشيكية، توشيكية كلمة توشيكية يعني ايه؟ من جاية من تشيك، توشيكية. كلمة توشيكية معناها الخادم أو العبد. يعني سيادتك بقى الأستاذ وائل بيقول له رحت الصين وشفتها ورحت أمريكا وشفتها، تدخل تدوس على الزرار، تفتح الباب بالمفتاح، تقعد على كرسي، تقول له الدبليو سي، ياخدك يوديك الدبليو سي. الخادم الإنسان قال يعني رجعني على المطبخ، رجعه على المطبخ، هات سكر، يقول لك انا عايز سكر، تلاقي السكر قدامك. ايه ده؟ هو ده الخادم
او العبد او الانسان الالي اللي بنقول عليه. للسبرانتقيا مجالات هنطبقها في حياتنا اليوميه. واحد، صناعه وتطوير الانسان الالي اللي هو الروبوت. ها، كلمه روبوت كلمه تشيكيه معناها جايه من معنى الخادم او العبد. احنا رجعنا مين مؤسس هذا العلم؟ ما تنسوش فينر. فينر مؤسس هذا العلم. فينر، ف ي نون، فينر مؤسس هذا العلم. قال عليه بقى، قال العلم ده علم جديد، يبقى يعتبر فينر رائد المعلوماتية في هذا العصر. عشان كده السبرانتقيا بدأت تستخدم في العلم المعاصر. ما تنساش اقول لكم، عندنا عالم كان اسمه ايه؟ رينيه ديكارت الفرنسي. اتولد 1560 ومات 1596 ومات 1650. فينر ده كان عمل برنامج بيتعامل مع الرياضة وبيتعامل مع هذا الريبوت. يبقى ديكارت الفرنسي كان، يعني مش فينر لوحده، فينر مؤسس وديكارت يكمل، واحد تاني اسمه تورينج برضه عمل في القرن العشرين برنامج تاني. يبقى ديكارت كان سابق تورينج لما عمل برنامجه في القرن العشرين، ديكارت عمل برنامجه في القرن الستاشر والقرن السبعتاشر في الثورة الحديثة. طيب تعالى بقى نقول كلمة سبرانتقيا دي احتلت مكان كبير جدا، مكانا كبير في العلوم ومختلف جوانب الحياة. هنطبقها فين بقى؟ واحد، دخلت المطعم طبقت السبرنتقي او الروبوت. دخلت المطبعة، يا استاذ ده احنا بنطبع الاف الاوراق في مدة زمنية قليلة. دخلت ميادين القتال طبقتها في ميادين القتال، طبقتها في مصنع السيارات، طبقتها في مصنع الطائرات. يعني مفيش مجال يخلو سواء علم سواء طبيعة. السبرانتقيا استخدمناها في علم النفس وعلم الطب وعلم الاجتماع وعلم الموسيقى، ومنتشرة جدا حاليا في علوم الموسيقى والأصوات، مستخدمة بكم كبير جدا في مجال علم الطب. السبرانتقيا حاليا مجالاته أصبحت متعددة وموجود في كل المستشفيات، أيوة، في معظم المصانع، أيوة، في ميادين القتال، كلها بتعتمد على الثورة التقنية الحديثة. بصنع من خلالها وطور الإنسان الآلي الروبوت. كلمة روبوت قلت كلمة تشيكية معناها الخادم أو العبد. فينر رائد المعلوماتية، هو مؤسس هذا العلم. احنا قلنا ديكارت كان عمل برنامج عن السبرانتقيا، سبق بيه برنامج تورينج اللي عمل برنامج في القرن العشرين. نقدر نقول السبرانتقيا احتلت مكان كبير جدا في حياتنا، فما فيش حد ما بيستخدمش هذه التقنية الحديثة. قلت سواء في المطبعة ممكن، في المطعم موجودة، في ميادين القتال مستخدمة، في مصانع السيارات لها استخدامات متعددة، في الطائرات، في مطارات القتال وأماكن. أنت لو فتحت مصنع عربيات وعايز تدخل كده على اليوتيوب وقول صناعة السيارات في أي دولة، هتلاقي في حاجات بتبرشم العربية من تحت وتجمعها وتكملها وتخرجها بدون قلما تستخدم اليد البشرية. وأنا أقول لك بعد شوية اليد البشرية مش هنستخدمها ليه؟ لأنه نظام الريبوت أو التقنية الحديثة أو الثورة التكنولوجية أو الثورة المعلوماتية دي خلت الإنسان يقعد ويركن. هو صح، هو اللي عمل برنامج، هو اللي عمل التقنية الحديثة، لكن ناس كتيرة من اللي كانت بتستخدم المعلومات الطبيعية المتوسطة اللي ما تمتاز لا تمتاز بالعبقرية ركنت نفسها وأحيلت للتقاعد، قعدت في البيت والبطالة بسبب هذا التقدم الموجود في العلم. السبرانتقيا له مجالات متعددة في حياتنا اليومية. نقولها تاني، صناعة وتطوير الإنسان الآلي، أدي حاجة. اتنين، كلمة روبوت كلمة تشيكية معناها الخادم أو العبد. فينر رائد المعلوماتية، هو اللي عمل العلم ده. احنا قلنا العلم ده قديم، قلنا أول جزئية، علم جديد تتضافر معلوماته مع علوم الرياضة
والفسيولوجي. ولذلك انا مقدر دائما وتماما لعلوم الفيزياء وعلوم الرياضه وعلوم التاريخ. فعقل بلا رياضه ومجتمع بلا تاريخ كعقل بلا ذاكره. لازم يبقى عندنا قوه في استخدام الرياضه، وقوه في استخدام الفيزياء، وقوه في استخدام التفاعلات عشان نقدر نساير التطور ونواكب العصر. هنقول تاني، هنقول حاجه جديده. ما هي اهم سلبيات، خلي بالك في سلبيات تكنولوجيا الروبوت وفي سلبيات وايجابيات تكنولوجيا المعلومات. هدخل معاك الاول، اذكر واحده، طب ما اقول اتنين، طب ما تقول الثلاثه. اهم سلبيات تكنولوجيا، كل تكنولوجيا لها سلبيات. تكنولوجيا الروبوت او روبوت روبوتات، من 30 سنة أو تقريبا سنة 80 دخلت بنك أنا وأصحابي. طبعا صالة البنك زمان كانت مليانة ناس، العاملين، واحد بيكتب سجل شيكات، واحد بيسجل مخالصات، واحد بيعمل كمبيالات، واحد بيديك الفلوس، واحد بيمضي، واحد كده كتير، عدد كبير جدا. وتلاتة كان قاعدين قدامهم أجهزة كان لسه في بداية الكمبيوتر، بيدربوهم على استخدام هذه الآلة العصرية. فأنا قلت لزمايلي ايه دي؟ قالوا كمبيوتر بيشتغل عليها ناس، بص بقى، وتسهل لك عمليه التعامل مع البنك. فقلت لزمايلي ايه؟ بعد 20 سنه هنلاقي الصاله دي العاملين دول قالوا، لان اللي ما بيعرفش الكمبيوتر ده يبقى جاهل، والجاهل مش هيقعد القعده دي. طب والعدد الكبير ده ايه اهميته؟ اكيد هيبقى الجهاز يقوم بدور، الجهاز الواحد يقوم بدور 10، بدور 5. ادخل الوقت البنك، ادخل الوقت اي اتصالات، مركز اتصالات بتاع الدولة، ادفع فاتورة التليفون، تلاقي اللي قاعدين شبابيك 10 شبابيك، 10 افراد. يبقى ايه؟ واحد، اول سلبية ارتفاع نسبة البطالة. ده الفلاح كان يتلموا 10 فلاحين علشان يشتغلوا في فدان، يعملوا في يومين ثلاثة، الوقت المكنة ساعتين وروح، ساعتين وخلصت، وعملت أجود وأدق وأفضل من الإنسان. يبقى ارتفاع نسبة البطالة حول العالم، أي أن تكنولوجيا الريبوت أحالت الإنسان إلى مرحلة التقاعد. طب أقول تاني، إحنا عندنا دايما أي مجتمع مكون من ثلاث طبقات، طبقة عليا ان شاء الله ربنا يعليكم جميعا، وطبقة، الطبقة الثانية الطبقة المتوسطة، تبقى الطبقة الثالثة مفيش طبقة دنيا، الطبقة الأقل، يعني الطبقة الأقل. نقول كده بقى، دول الأغنياء جدا ودول الفقراء. المجتمع يقوم على دعامة. الطبقة المتوسطة دي هي المفروض تبقى 60% من الشعب، 60% من عدد السكان يبقى ينتمون للطبقة الوسطى. بص بقى، الطبقة الوسطى دي بوجود تكنولوجيا ريبوت قعدت في البيت، اتحولت لإيه؟ لعمليات التقاعد والبطالة. يبقى في فجوة ما بين الطبقة العليا الأغنياء والطبقة الفقراء الأقل. يعني إيه؟ عملت على القضاء على ما يسمى الطبقة الوسطى، دي سلبية كبيرة دي كمان. يبقى نقدر نقول من سلبيات تكنولوجيا الريبوت ارتفاع نسبة البطالة حول العالم، لأن كل العالم دلوقتي بيستخدم هذه التقنية. والقضاء على الطبقة الوسطى، حصلت فجوة ما بين طبقة أغنية جدا وطبقة فقراء جدا. لا تعالى بقى، الشغل عندنا وليكن 100% من الشغل هتقوم به الآلة بنسبة 80% من الشغل، سابت للإنسان، تركت للإنسان 20% من الشغل. احنا كمان مقبلين على مرحلة ستتعدى فيها الآلة 80% من العمل، وبالتالي ستقوم بالأعمال بدقة وإتقان دون الإنسان. يبقى ثلاث سلبيات،
سلبياته. خلي بالك خلي بالك، بعد شويه هتكلم على سلبيات تكنولوجيا المعلومات. انا دلوقتي لسه بتكلم على سلبيات تكنولوجيا الروبوت. ارتفاع نسبه البطاله حول العالم، احاله الناس للتقاعد، اثنين القضاء على الطبقه الوسطى اللي هي الطبقه المفروض تبقى دعامه المجتمع او اللي هي العمود الاساسي للمجتمع، بتمثل ما بين 50 ل 60%، فحصلت فجوه. القضاء على الطبقه الوسطى، اصبحنا على وشك واقتربنا من انه 80% من الاعمال المهمه، بل الاعمال على وجه العموم، تنظيف الشارع، استاذ، عمليه الصرف الصحي، عمليه الكهرباء، البناء، نظم الطب، نظم المواصلات، الثوره، الاتصالات، كلها بيقوم بها التكنولوجيا دون الانسان. يبقى 80% من الاعمال هتقوم بها تكنولوجيا الريبوت، وبالتالي يبقى الانسان دوره قل في الحياه. ولذلك احنا دلوقتي على مستوى العالم حصلت ما يسمى البطاله حول العالم. كل الدول بتعاني من وجود البطاله. السؤال بقى يا جماعه، من 30 سنه يعني، من بدايه حوالي سنه 93 تقريبا، يعني 93 1993 بدات توصل لنا الهاتف المحمول، الموبايل، صح كده؟ او الهاتف المحمول. احنا اللي من دول الهاتف المحمول كان طوله كده وكان غالي، والخط بتاعه كان غالي. النهارده الخط بتاعه رخيص والموبايل رخيص. في فتره من الفترات اصبحت هذه التكنولوجيا لا تضمينات، يبقى اجتماعيه واخلاقيه. بعض الاولاد يخلي بالهم، احنا في الثانويه العامه اولاد بيقولوا لي بعد الساعه 2 اهلنا بيقولوا ذاكروا ذاكروا ذاكروا، اهاليكم خايفين عليكم. بعض الاولاد قالوا لي احنا بنقعد تحت البطانيه ونشغل الفيس. خطا جدا. طب اقول تاني، اول ما طلع الكمبيوتر كان يتحط في الصاله وكلنا بنبص عليه، عشان كان بنخاف لان يكون عليه مواقع وبتاع. ده على الانسان المفروض يكبر. لكن يا جماعه، حصل مع تطور الاتصالات، الانسان في هذا العصر اصبح غير قادر على مواكبه هذا التقدم، فحصل له مشكلات كثيره جدا، مشكلات اخلاقيه ومشكلات اجتماعيه. مش هتكلم، البرامج كتير جدا بتتكلم عن المشكلات الاجتماعيه. الست بتقعد تقلب في موبايل جوزها والاب بيقعد يمسك الموبايل بتاع ابنه، دخل على ايه وشاف ايه ومواقع ايه. لانه في ظل هذا التقدم يتضمن الثوره التكنولوجيه مشكلات اخلاقيه واجتماعيه. لا، كمان اصبح الانسان غير قادر في ظل هذا التطور، مش قادر يواكب هذا التطور الفظيع السريع. كل يوم نطلع موبايل جديد، نظام جديد، برنامج جديد، حاجه جديده، اكتشافات جديده كل يوم. فاحنا العقل البشري بتاعنا مش قادر كل يوم يتعرف، مش قادر يتعامل مع الجديد. يعني انا بقول ايه، ان في عندنا قاعده، الحقيقه اكبر من ان يدركها عقل واحد. اذا كنت انت شاطر في الفيزياء والرياضه، فاكيد مش شاطر في الموسيقى وعلم الاجتماع. واذا كنت شاطر في الموسيقى وعلم الاجتماع، اكيد ما انتش شاطر قوي في الجغرافيا واللغه العربيه. واذا كنت شاطر في حاجه، فدايما ايه، المعرفه متكامله، بس مش لي انا بس، لصف كبير من الناس. ماذا والا يبقى المدرسه فيها مدرس واحد في كل فصل، ما ينفعش. عارفين ومتاكدين ان الحقيقه اكبر مما ان يدركها عقل واحد، ولذلك حصل تضمينات اجتماعيه واخلاقيه في ظل الثوره المعلوماتيه والتقدم الحديث والمعاصر، فاصبح الانسان مش قادر يواكب ويتعامل ويتكيف مع هذه التطورات، فعملت له مشكلات. عشان كده احنا داخلين على مرحله خطيره جدا يا جماعه. الجيل الجديد الصغير عقله وصل الى درجه من العبقريه. فاحنا كنا بنقول اللي ما بيعرفش كمبيوتر يبقى جاهل، لا، ده هم البرمجه حاجه بقى حاجه تانية. الطفل المصري من اذكى اذكياء العالم، يقدر يتعامل مع برنامج. ولذلك انا عايز يدخل على البرنامج الايجابي،
بلاش تدخل على البرنامج سلبي. طب قول تاني. احنا خدنا بقى ايه؟ تكنولوجيا، سلبيات تكنولوجيا الريموت. هدخل على ايجابيات تكنولوجيا المعلومات. ايجابيات تكنولوجيا المعلومات. صاحبي فين؟ في امريكا. وانا فين؟ في مصر. انا عايز اعمل اتصال بصاحبي اللي في امريكا. ده في امريكا بعيد، هو في ليل، فرق الزمن، فرق المكان. لا لا ولا تأتي الهم. عايز تكلم اخوك اللي في امريكا، اكلمه في اي وقت وفي اي مكان. يبقى نقدر نقول ايجابيات تكنولوجيا المعلومات: واحد، تمكن الانسان من ممارسة، هيقدر يمارس يا جماعة بقى، اشكال كتيرة جدا، اشكال عديدة من نظم الاتصال حول العالم. لا وكمان وتخطي حاجز كنا بنعتبره حاجز، الزمان والمكان. كان زمان جت فترة كده في مصريين في دول العالم انهم نبعت له شريط مسجل يوصله بعد اسبوع، يقراه بعد اسبوع، يبعت لنا الرد يجي لنا بعد شهر. تلغراف، تبعته لدولة من الدول، يروح له بقى في 3 4 ايام ويجي لك الرد بعد 4 ايام. الوقت اهو بتروح على طول دايس دوسة توصل له الرسالة. توصل له في رسالة يعني في نظام البلوتوز، في نظام رسالة عادية، في نظام مكالمة، جملة كده تقولها له عايز تقولها له، توصل له في نفس الوقت ويرد عليك. يبقى مكنت الإنسان من ممارسة أشكال عديدة من الاتصال حول العالم وتعدت حدود الزمان والمكان. طب يا جماعة احنا زمان ما كناش بنعرف نتكلم مع بعض كتير لان مفيش وقت. لا، ساهمت هذه التكنولوجيا على نمو الحوار الاجتماعي. طب وعملت كمان ايه؟ وزيادة التفاعل بين الناس. السؤال بقى يا جماعة، انا لما اوصل للتقاعد ويبقى راجل كبير بقعد واحس بالوحدة ويجي لي اكتئاب، بلاش يجي لي اكتئاب. دلوقتي بقى ايه؟ اخويا في المانيا وابني في فرنسا وابن اختي في امريكا، هروح ما كده دايس يوم تظهر لي شاشة انا ظاهر واعمل مكالمة جماعية. لا، ده عملت على تقليل حاجة مهمة جدا يا جماعة، تقليل العزلة لكبار مين؟ لكبار السن، وكمان وذوي الاحتياجات الخاصة. انا يا جماعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فبجد مشقة في الخروج من البيت وروح الشغل. فايه رأيك ما تعاقد مع حد معين او مصنع معين او شركة معينة على اني اقوم بوظيفة معينة او عمل معين، او اشتغل في البرمجة او اشتغل في الترجمة وابعت لهم ويبعت لي الفلوس. لا، ده عملت على تقليل العزلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال علاج كتير جدا من مشاكلهم. نقول تاني لسه بقى، بس نقول دول الاول. تاني، ايجابيات تكنولوجيا المعلومات: مكنت الانسان من ممارسة اشكال عديدة من اشكال الاتصال ونظم الاتصال وتعدت حاجزي الزمان والمكان. اتنين، ساهمت في نمو الحوار الاجتماعي وزيادة التفاعل بين الناس. تلاتة، قللت العزلة اللي بيحس بيها الناس الكبار السن، يحس بالوحدة وقاعد لوحده محدش بيكلمه. طب ما يكلم نفسه، يفتح البتاع ده اللاب، يفتح الموبايل، يفتح الجهاز ده ويقعد يتكلم، يشوف، يتعامل هو بنفسه. قللت العزلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. لا نكمل كمان، من ايجابيات تكنولوجيا الاتصال، يا سلام، ايه ده؟ ايه الابتكار ده؟ ده رقم 4 دي. عملت على تعزيز انظمة جديدة، انماط جديدة من حاجة موجودة بقى يا جماعة اسمها طرق التفكير الخلاق صح، الابداعي صح. انت بتشتغل وبتكتشف وشغال على اللاب والموبايل والجهاز ده والكمبيوتر، يبقى عملت تكنولوجيا المعلومات ان تخلي الانسان يبتكر برنامج جديد، يطلع حاجة جديدة. طيب معانا تليفون من رحاب
من الاسكندرية. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا رحاب؟ ازيك يا باشا؟ ايه الجو في الاسكندرية عامل ايه؟ تمام، اهو برد شوية. لا الجو جميل في اسكندرية، مصر كلها جميلة بس انت تدفي. عندك سؤال ولا ناوي تشاركي؟ عندي سؤال. قولي. ما يقول لي وضح القضية الآتية في صورة رمزية ثم استنتج قيم صدقها. طيب قولي. إذا فاز فريق مدرستي في مباراة القادمة سوف يحصل على درع البطولة. إذا فاز فريق مدرستي في المباراة القادمة سوف يحصل على درع البطولة. ماشي، أوجد الصيغة الرمزية وقيم الصدق والتكافؤ المنطقي، عايزة كده؟ ماشي. هي طب انت هتشاركي ولا تشاركي معانا ولا تسيبينا وتمشي؟ بقولك ايه؟ بصي، اذا فاز فريقي قاف في المباراه القادمه سوف يحصل على البطوله لام، صح؟ طيب القضيه دي قضيه ايه؟ واحد الشرط او اسمها ايه؟ قولي. اسمها اللزوم. تمام؟ طيب اعمل الجدول اهو بقى. يبقى الصيغه الرمزيه قاف اهو، علامة الشرطة ايه؟ لام. قاف لزوم لام. معايا؟ الجدول ده اهو، الجدول ده يا رحاب ثابت، النص الاولاني فيه ثابت، ادي قاف هتقولي معايا وادي لام. صادق صادق، كاذب كاذب. طب نقول صادق كاذب صادق كاذب. برافو رحاب. هعمل هنا بقى قاف مستر لزوم لام، قاف شرط لام. تعال انا بقول ايه؟ فاز وحصل على البطوله صاد، فاز بس ما خدش الكاس ما ينفعش يبقى كاذبه. ما فازش بس خد الايه؟ صاد. يبقى لا فاز ولا خد، يبقى صاد. يبقى القضيه عندي اهو، نقول الصيغه الايه الاول؟ الصيغه الرمزيه قاف شرط لام او لزوم لام. اتنين، ادي واحد اهي. اتنين عندي قيم الصدق، قيم الصدق. قولي. بص بقى، يكذب هو يكذب في حاله واحده شايفاها اهي، الشرط اهو، يكذب في حاله صدق المقدم. فين المقدم ده يا مستر؟ اهو. وكذب ايه؟ التالي. وكذب التالي، فين التالي؟ اهو. طيب ثلاثة، الصفة التكافؤية، الصفة التبادلية. أقول له بقى لا يسمح بالصيغة أو الصفة، الصفة التبادلية. وضحت دي؟ تاني. يبقى الرابط بتاعي اسمه رابط الشرط أو اللزوم. الصيغة الرمزية بتاعي قاف لزوم لام، الصيغة الرمزية. قيم الصدق بيقول لي رابط الشرط أو رابط اللزوم يكذب في حالة واحدة، إذا صدق المقدم كذب التالي، يكذب في حال الصدق المقدم وكذب التالي. قولي. ويصدق فيما عدا ذلك. الصفة التبادلية لا يسمح بالصفة التبادلية. عندك سؤال تاني يا رحاب؟ يعد المنطق صح أو غلط، يعد المنطق مصدرا ل السؤال ده جايبه منين؟ السؤال ده جايبه منين؟ ده جايبه من امتحانات الوزارة. طب قولي. يعد المنطق مصدرا لانماط التفكير. طيب المنطق لانماط عديده من التفكير هنقوله في هنشرحه لسه دوت في الحته اللي جايه، هنشرحه ان شاء الله في الحلقه الجايه. ماشي يا رحاب. ماشي يا رحاب، اتفضلي. احنا كنا بنتكلم، حاضر، احنا كنا بنتكلم على ايجابيات تكنولوجيا المعلومات. قلنا مكنت الانسان من ممارسه اشكال عديده من الاتصال وتخطط حاجز الزمان والمكان، ساهمت في نمو الحوار الاجتماعي وزيادة التفاعل ما بين الناس، قللت العزلة بالنسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عملت على تعزيز أنماط جديدة من التفكير الإبداعي والتفكير الخلاق الخلاب بالنسبة للناس. خمسة، عملت على زيادة التماسك بين الناس، تماسك بقى ليه؟ الاجتماعي، وبالتالي وزيادة الحوار. دايما يا جماعة احنا متفائلين، لكن يفرض علينا الواقع ان يبقى في سلبيات ونقولها للطلبة علشان يتجنبوها. انت هتتكلم عن ايه؟
انت كنت متكلم على سلبيات تكنولوجيا الريبوت، البطالة واتساع الفجوة وقضت على الطبقة الوسطى، و80% من الاعمال هيقوم بيها الريبوت والحاجات الحديثة دي. لكن انا هكلمك على اهم سلبيات. حاجة تانية يا جماعة، بتكلم على سلبيات تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات. واحد، طب اخد رقية من اسوان، اتفضلي يا رقية حبيبتي، بس يا رب ان عندنا يكون من السؤال من اللي احنا شغالينه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا رقية، ازيك؟ حضرتك الله يسلمك، الجو عندك ملوش حل. كويس. جميل يعني، قولي يا رقية، عندك سؤال ولا استفسار ولا تشاركينا ولا ايه؟ لا عندي سؤال. اتفضلي. القضية الموجبة. ايه ايه؟ القضية الموجبة. القضية الموجبة ها؟ لها درجة الصدق. لها قيمة قيم الصدق. لا درجة الصدق، صح ولا غلط؟ العبارة ايه؟ خطأ، صح كده؟ لان بسماها ايه؟ قضية خالية من قوائم الصدق والكذب. يبقى القضية المجابة حتى بقول عليها قاف بس، قضية مجابة ماشي. ما تجيش في الامتحان دي يا رقية، يجي دايما الصيغة الرمزية عندنا خمسة، رابط السلب النفي يعني، ورابط الوصل او رابط العطف، ورابط الفصل، ورابط الشرط او اللزوم، ورابط التشارط. هيجي لك مسألة او اتنين في الروابط دي، لكن ما يجيلكش القضية لها قيم الصدق. او يبقى القضية الموجبة اسمها قضية خالية من روابط الصدق والكذب يا جماعة. احنا كنا بنتكلم على سلبيات تكنولوجيا المعلومات، ودخلت على رقية نورتنا وخرجت بسرعة جدا. من اهم السلبيات دي اهو، سلبيات تكنولوجيا المعلومات. النهاردة بنتكلم على تكنولوجيا المعلومات. واحد، اول حاجة العزلة، العزلة الاجتماعية. انا وانا خارجين في البيت قلت لهم مش خارج معاكم، انا عندي كام سنة؟ 18 20 16. العزلة الاجتماعية والفردية. انا طالما معايا الموبايل هاخد جنب كده وافتح الموبايل وانسحب من العلاقات الاجتماعيه، ما مش علاقات، علاقتي مع الموبايل بس، علاقتي مع التكنولوجيا الاتصالات، مع الذكاء الاصطناعي، مع الحاسوب، مع غيره. اتنين، طب انا في حاله عزله، يبقى تعميق الشعور بالانسان بالوحده، شعر بالوحده ليه؟ بمرور الوقت فقد علاقه التعاطف. دايما اهالينا الكبار علمونا واحنا نعلمكم، البعيد عن العين بعيد عن القلب. بابا انا كنت هاجي لك النهارده بس ايه مش حصل كذا، هاجي لك بكره، وبكره بابا هاجي لك بعد بكره. يبقى بدات احس بالوحده، وبالتالي انا مش متعاطف مع حد ومحدش متعاطف معايا. انتوا عارفين الرسول قال ايه؟ لما تحط ايدك في ايد انسان كده وتسلم عليه، السلام ده اهو بيقولوا بيكسر السم، بيقرب الناس. انا عايز يبقى في درجه من العواطف والحب، حب بس حب بالمعنى اللي انا قصده، الحب اللي هو يسود الحب والخير والتعاون بين جميع البشر. من سلبيات تكنولوجيا المعلومات العزله الاجتماعيه والفرديه، تعميق الشعور بالوحده. لا تعالى بقى، ادمان شبكه، استخدام شبكه يا جماعه، شبكه الانترنت. طب الادمان ده يعمل لي ايه؟ قاعد على الموبايل، قاعد على الانترنت ساعتين اتنين تلاته خمسة ما بزهقش، بس بدأت أزهق وأحس بالتوتر قوي والفزع. حصل إيه؟ الباقة خلصت. حصل إيه؟ الكهرباء قطعت. يبقى إدمان شبكة الإنترنت تجعل الفرد في حالة من الشعور بالتوتر وحالة من الإنزعاج أو الإزعاج نتيجة انقطاع التعامل مع شبكة الإنترنت. أربعة، من اهم سلبيات تكنولوجيا المعلومات، ظهور ايه بقى؟ ظهور مشكلات يا جماعه مستحدثه. طبعا المشكلات دي كتيره جدا، هنتهك الخصوصيه بتاعتك واسطه على صفحتك وحاجات كتيره جدا، لانه لسه عندنا ظهور مشكلات مستحدثه. هنتكلم عن نقاط، وهنتكلم على نقاط تاني بعديها، لانهم خمس نقاط متتابعين ومتتاليين. النهارده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا على السبرانتيقا كعلم، وقلنا عليه علم جديد، واتكلمنا على المؤسس الحقيقي لهذا العلم فينر، واتكلمنا على السبرانتيقا على اعتبار انه
العلم ده بنستخدمه في مجالات كتيرة ومتعددة، واتكلمنا على المجالات دي، قلنا مجالات علم النفس ومجالات مرتبط بعلم النفس والطب وغيره، اتكلمنا على المجالات بنستخدمه في كل مجالات في ثورة تقنية حديثة اللي هي صناعة الطيارات وصناعة السيارات، مصانع السيارات وأماكن القتال ومطاعم والمطابخ وغيره من الحاجات. اتكلمنا على ان احنا عندنا سلبيات لتكنولوجيا الريبوت، اشهرها كانت ما نعاني منه حاليا على مستوى العالم هو البطالة واتساع الفجوة ما بين الناس والقضاء على الطبقة الوسطى، وانه 80% من الاعمال، ودي مش بشرة، دي حاجة مش كويسة، لكن احنا بنقول كده عشان كل انسان يجهز نفسه ويواجه التحديات اللي ممكن يقابلها في المستقبل اللي جاي. اتكلمنا على انه التضمينات الاجتماعية والاخلاقية للحوسبة الالية خلت الانسان يحس انه في المستقبل في تقدم، كل يوم في برنامج، كل يوم في جديد، هل هو هيقدر يسير هذا التقدم ام يعجز عن مسيرته؟ اتكلمنا على سلبيات وايجابيات تكنولوجيا المعلومات، ان شاء الله ما قلناش برضو الاسئله او المسائل في الصيغه الرمزيه، الحلقه بتاعتنا خلصت، لكن لنا معاكم حلقات كتير ان شاء الله. اعزائي الطلاب الى هنا نهو نكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.